بص يا جماعه، هو الموضوع بتاعنا بيتكلم عن تواتر اللود اللي هي الاحمال الكهربيه. الاحمال الكهربيه دي ان انا يكون عندي مبنى وبيتاثر عليه الفورس بتاعتي من اتجاه او في دايركشن الهوريزونتال. احنا درسنا قبل كده الفيزيكال لود، كاتيت سوبر درايف، الوزن الحيطان، الوزن الحيطان، فكل ده احنا اسمه الجرافيتي لود. اللاترال لود اللي هي الهوريزونتال لود. فايه الاحمال اللي ممكن تاثر على المبنى بتاعي في الاتجاه الهوريزونتال؟ هي حاجه من الاثنين، لا سيسميك اللي هي الايرث كويك السلاسل يعني، او الويند الرياح. تمام؟ تمام. طيب احنا عندنا زي ما قلنا، احنا يا اما سيسميك روت يا اما ويند روت. السيسميك روت دي بتبقى حركه جوه التربه، جوه الارض نفسها، نتيجة وجود فوارق وإن الأرض مش موجودة على بليت واحد، موجودة على مجموعة بليتات، فنتيجة الحركة بتاعة البليتات دي بتكون الهسة الأرضية اللي هي سيزمي كور. والويند روت دي اللي هو عبارة عن الرياح أو الفورس اللي جاية نتيجة الهواء ونتيجة الحركة بتاعة اللي هو الجو يعني. ودي بتعمل بتدخل في بعض الأماكن في المبنى، ونتيجة إن هي بتقطع يعني وبتعدي كده، فبيتكون هنا عبارة عن نيجاتيف بريشر اللي هو السكشن يعني، فبتعمل شوية كومبريشن وشوية تنشن. كده كده هنتكلم عن ويند لود، بس هو مش المرة دي. إحنا عندنا طريقتين مطلوبة مننا إن إحنا ندرس بيهم السيزميك لود. الحل الأولاني أو الطريقة الأولى اللي هي المانوال كالكوليشن، إن إحنا نحل الموضوع بإيدينا. بعد كده نعمل الحل بتاعنا او نعمل الموديل بتاعنا على برنامج يكون يعني اكتف او يكون فعال كويس جدا في موضوع المباني العاليه والسلازل. فاحسن برنامج في برامج الاناليسيس هي بتبقى الايتاب. الساب ممكن يعمل، بس عمر الساب ما هيبقى بكفاءه الايتاب في موضوع دراسه السلاسل والوين. يبقى احنا المفروض هنحل الحل بتاعنا مانوال ونعمل موديل كتاب ونقارن حلنا المانوال بالكتاب ونشوف الحلين مع بعض قريبين من بعض ولا بعاد، يطلعوا نفس الارقام ولا لا، نفس الفرص اللي هتحصل ولا لا. طيب احنا المفروض السيسميك رود ليه كذا طريقه، اللي هي طريقه الستاتيك او طريقه الريسبونس سبيكتر او طريقه اسمها التايم هيستوري. المشكله الرئيسيه في موضوع التايم هيستوري ان ده يعني هو اكثر فعاليه، بس مشكلته ان هو مش يعني مش متوافر، ومش كل الدول او مش عندها قرايات تايم هيستوري. فبالتالي التايم هيستوري يعني مثلا في مصر ما فيش تايم هيستوري كتير، واللي موجود موجود في حتت معينه، ولازم يعني كاب عن طريق ان انت تخلي حد من بتوع الاستراكشر والاناليسيس بتوع سلاسل يعملوا الدراسه ويقدموا لك فيها ريبورت. فبتبقى حاجات مش حاجه جوه كود بتنقلها وتعملها، لازم حاجات بتدفع قدامها فلوس عشان توصل للتايم هيستوري بتاع المناطق. اما الريسبونس سبيكترم ده بيبقى عباره عن منحنى موجود، وهنتكلم فيه في التفصيل في الكود. والمنحنى ده بيتعمل عن طريق مجموعه من المعادلات بنطبق بيها بارامتر معينه، ونقدر نوصل للشكل الريسبونس بتاعنا. والطريقه الاستاتيك دي اللي هي تقدر تقول الحل المانوال بتاعي. طيب هو الاول ايه مشكله الزلزال قوي؟ يعني ليه الناس دايما بتخاف من الزلزال؟ وليه الزلزال دايما يعني ممكن يكون يعني بيعمل لي مشاكل كتيره؟ انت في الاول في الطبيعي اي مبنى عندك او اي ستراكشر انت بيبقى عندك كلاسي روت بتاعتك العاديه، زي ما قلنا تيت سوبر لايف فور كفر حيطان، فده بيعمل لك المومنت على الستراكشر بتاعك. لو حصل ان الاستراكشر ده اتعرض لفرص افقيه مثلا ايه؟ ايرث كويك مثلا، فهنلاقي ان الاستراكشر ده اتعمل اتكون مومنت بالمنظر ده كده اهو. لما يجي يحصل نجمع المومنت ده مع المومنت ده، فهنلاقي رقمين دولت انطافوا. ماشي، ده طرح منه بس ده اتجمع. فاحنا لو مش واخدين في اعتبارنا تاثير السلاسل اللي هيحصل هنا ايه؟ هيحصل فيلير، لان المومنت اللي انا هحطه هو او الفورسمنت اللي هحطها بناء على المومنت ده مش المومنت ده.
فبالتالي يبقى هيحصل عندي فيلير في الاليمنت بتاعتي. فعشان كده ان احنا ناخد معانا تاثير الزلزال مهم جدا جدا في الموضوع. طيب احنا عندنا تو اوبشن لاختيار السيستم بتاعنا. يعني ايه؟ يا اما اعمل مبنى بتاعي يكون مبنى كامل جدا واي زلزال يجي عليه هيتحمله، وبعد الزلزال ما يخلص مش هيبقى فيه اي مشاكل ولا يحتاج صيانه ولا يحتاج اي حاجه. بس في المقابل انا كنت بكون بعمل كده مبنى مش اقتصادي خالص وبكلف فيه تكلفه كبيره جدا. الاوبشن الثاني ان انا اقدر اعمل المبنى بتاعي، المبنى ده يبقى تكتايل ويبقى فيه فلكسبيليتي شويه في الحركه مع الزلزال، فبالتالي لما يجي يحصل له فورس هو هيتحرك سنه فيبدا ياخد شويه تشكل لحد الزلزال ما يعدي يرجع تاني، فهيحصل له ديسبيسمنت نتيجه ان هو القطاعات بتاعته اخف وابسط، بس في النهايه بعد الزلزال ما يعدي هعمل له الصيانه بتاعته، والعناصر اللي حصل فيها مشكله في كاميرا في عمود في بلاطه ابدا اعمل لها ريبير واصلحها. خلينا متفقين ان السلاسل حمل مش موجود باستمرار، ده بيجي كل فين وفين. احنا لو اتكلمنا مثلا هنا عندنا في مصر، احنا تقريبا اقوى سلسال كيف مصر سنه 92، مفيش قبله ومفيش بعده، بيجي حاجات بسيطه. فهل انا مثلا اصمم مبنى كل مبنى يجي يبقى قبله في حياتي اصممه انه يقاوم السلسال اللي ممكن يجي وممكن ما يجيش؟ فطبعا ده بيبقى حل مش اقتصادي خالص. تمام كده؟ تمام هندسه تمام. طيب نبدا في الطريقه الاولى واللي هي ايه؟ الحل بتاعنا المانوال. احنا عندنا قلنا الزلزال بتاعنا يا اما هيجي على المبنى بتاعي في اتجاه اكس يا اما في اتجاه واي. طب ما هو ممكن الاكس والواي بتوع المبنى مش هم الاكس والواي بتوع الزلزال، وده حاجه اكيده جدا. فبالتالي ممكن الزلزال يجي على المبنى مايل شويه. طب هو مايل ده يعني هيتحل ساين زيدا ويك وساين زيدا. يبقى مثلا لو انا عندي مثلا 100، ال 100 دي هتتحل مثلا 70 و30. طب والحل ايه؟ قال لك طيب انا هطرس المبنى في الاتجاهين، مره هفترض ان هو 100% في اتجاه اكس واخد نسبه من واي زياده، ومره ثانيه هفترض ان هو 100% في اتجاه واي واخد نسبه منه في اتجاه اكس. يبقى انا كده امنت نفسي. هو لو هو 70 و30 انا هصمم على 130، لو هو مثلا 80 و20 انا هصمم على 130، يبقى في جميع الاحوال انا اكتر. تمام؟ يا هندسه ده لو هو مش مدينا اتجاه الويند صح؟ لا هو احنا بنتكلم دلوقتي على السيسميك روت زلزال. وهو مش هيديهولك، هو في النهايه انت عندك مبنى بتفترض ان المبنى ده ان الزلزال هيجي عمودي على المبنى في الاتجاهين بتوعه. يعني انت بيبقى حاجه المبنى بتاعك بيبقى عباره عن مثلا الجزء الريكتانجل ده. فانت بتدرسه مره في اتجاه واي وتاخد سياده مع الواي ده 30% من الاكس. يعني الفورس اللي انت هتصممها هي الواي 100% زائد 30% من الاكس، وترجع تدرس المبنى ان الزلزال هيجي في اتجاه اكس. يبقى الفورس الزلزال اللي انت هتصممها هي 100% في الاكس زائد 30% من الواي. تمام؟ طيب الموضوع كله انا عندي حاجه اسمها ريسبونس سبيكترم، عباره عن منحنى. المنحنى ده ما بين الاس دي والتايم. انا بيجي قوه الزلزال بتاعتي المنظر ده اول ما بيجي الزلزال بيبقى قوي جدا ويبدا يتلاشى مع مرور التايم. اقصى تايم بوصل له هو الاربع ثواني. طيب الفورس اللي بتاثر على المبنى بتاعي هي بنسميها البيش شير. ليه؟ لان المبنى بيبقى ممسوك في فاونديشن، والفاونديشن دي هي البيس بتاع المبنى. يبقى الفورس بتاعتي هي البيش شير، هي عباره عن القوه اللي جايه بتاعت الزلزال في معامل اسمه رانتا توسي المنشا بتاعي على عجلة الكثافية الأرضية. يبقى أنا لو قدرت تركيب قوة الزلزال عند تايم معين، التايم ده هو تايم بتاع المبنى اللي هو المبنى هياخده علشان يروح ويرجع في مكانه، اللي هو تايم الدورة الكاملة للمبنى. في اللنطة المعامل بتاعي في وزن المنشأ على عجلة الكثافية هو ده هيديني البيش شير. طيب احنا عشان نعرف نحل الدايجرام ده يا جماعة هنلاقي ان هو متقسم من صفر لحاجه اسمها تايم بي، ومن تايم بي لتايم سي، ومن تايم سي لتايم تي، ومن تايم تي لاربع ثانيه. هو الاول المنحنى ده اتعمل ازاي؟ المنحنى ده اتعمل عن طريق ان احنا
يعني اي دوله عندها ريسبونس سبيكترم اعتمدت على الدول طبعا ان هي اللي بيكلها سلاسل بطريقه يعني قريبه وكتيره ولها خواص البلد بتاعتها نفس خواص البلد اللي احنا بناخدها، والبلد دي يكون عندها يعني اجهزه حديثه عشان تبدا تسكر كل السلاسل اللي بتيجي. فبناء على كده هم اخدوا كل التشكيلات دي مثلا 10 15 20 سنه وحولوها لمنحنى، وبناء عليه انت مثلا كل الدول اللي مثلا اللي ليها ريسبونس هتدخل على الريسبونس ده، تتوقع ان المنشأ ده اللي ليه وزن معين وليه تايم معين هيبقى الفورس اللي لما يجي السلسال ده هيبقى الفورس اللي عنده كذا، بناء على المنطقه اللي هو فيها السويل بتاعتها قويه ولا ضعيفه، يعني في بروبابيلتيز معينه لازم تتاخد في الاعتبار. انا بفترض ان الحاله المثاليه هتحصل بان ايه المنشأ ده المكان ده نوع السويل ده هيحصل بالقوه دي، تمام؟ تمام يا هندسه. طيب احنا الريسبونس بتاعنا اخدناه يعني الخواص بتاعتنا او نوع السويل بتاعنا وقرب الخواص التربه بتاعت مصر كانت قريبه من الدول الاوروبيه، فاحنا خدنا الريسبونس بتاعنا اللي هو الريسبونس بتاع الكود الاوروبي. طيب المنحنى ده عشان نعمله احنا قسمناه لمجموعه من الفترات من صفر لحد تي بي، عندي كده لاين من تي بي لدي سي، عندي لاين تاني من الدي سي لحد تي تي، عندي معادله ثانيه من التي تي لحد 4 ثانيه، عندي معادله رابعه. فبالتالي انا عشان اقدر اكون الشكل ده انا محتاج اربع معادلات، كل معادله ابدا اقول لو هي بصفر هيبقى القيمه بتاعتي بكذا، طب لو هي 0.01 0.011 يبقى انا كل ما اكبر المسافات او عدد النقط اللي انا هاخدها هنا كل ما يديني خط هنا ايه الدقه بتاعته عاليه. نفس النظام وصلت للتي بي، هقول تي بي سائد 0.001 0.002 يبقى انا ايه من تي بي تي سي هقعد اعوض في وقت كتير قوي اقدر اجيب اعلى دقه للخط ده. ونفس الكلام بالنسبه للمعادله دي ونفس الكلام بالنسبه للمعادله دي. طبعا انا لو عندي التايم بتاع المنشا وعندي الكلاف بتاعي اقدر ادخل التايم ده اخبط في المنحنى واجيب الاس دي عند التايم بتاع المبنى ده اعوض في المعادله خلصت الموضوع على طول. تمام كده؟ تمام يا هندسه. طيب المنحنى ده قلنا عباره عن اربع فترات وكل فتره ليها معادله، لما ندخل كده هنلاقي ان اي معادله منهم عباره عن اي جي في كاما اي في اس تايم اللي هو تايم المبنى بتاعي على التي بي ايتا وار، وفي هنا تي سي وهنا في تي تي، فعندي مجموعه بارامتر انا لازم اعرفها عشان اقدر اعوض المعادلات دي. البارامتر دي كلها احنا جمعناها في السطر ده. الاي جي انا ما اعرفش يعني ايه، ولا اعرف الكاما اي ولا الاس ولا التي، التي ده انا عارف ان هو التايم بتاع المنشا ده اللي انا بدرسه بس قيمته كام انا ما اعرفهاش، ولا التي بي ولا الار ولا الايتا ولا التي سي ولا التي جي. يبقى انا عشان اقدر احل الكلام ده كله لازم اعرف كل البارامتر دي ولا لا. تمام. اول حاجه احنا بنتكلم عن مصر، ادي الخريطه بتاعت مصر متقسمه لمجموعه من المناطق، مثلا القاهرة هنلاقيها المنطقة الثالثة، مثلا أسوان هنلاقي في حاجات ثالثة وحاجات ثانية وحاجات أولى. المنطقة دي مش شمال وجنوب وشرق وغرب، لا المنطقة دي يعني السلسال بتاعها قوي جدا، السلسال بتاعها ضعيف، السلسال بتاعها وسط. طيب ده الريسبونس أو الكلام ده يعني هنفهم الريسبونس إزاي؟ قال لك المنطقة دي هتبقى عبارة عن امبليكيشن لينا، مثلا العجله التصميميه للسلسال نسبتها كام من العجله الكثافيه الارضيه؟ 10% لا 15 لا 12 لا 20 لا 25 حسب ايه؟ كل منطقه كل ما ايه؟ نسبه العجله التصميميه للسلسال تبقى ايه؟ اكبر. بمعنى احنا شايفين الاي شي ده فين؟ فوق في البسط عكس الار، شايفين الار في المقام وهنتكلم كمان شويه على الار دي، يبقى انا كل الاي شي ما بتقوى كل ما قيمة الاس دي مالها هتبقى أكبر. فعن طريق المناطق اللي احنا لسه شايفينها في الجدول اللي فات، هاجي أشوف المنطقة الأولى 10% بس من العجلة الكثيفية اللي هي 9.81،
طب المنطقة الخامسة؟ لا دي بقت 30% من عدد الكثافية. يبقى وأنا ماشي من المنطقة الأولى رايح لناحية المنطقة الخامسة، نسبة السلسال أو القيمة بتاعت السلسال هتبقى أكبر وبتزيد معايا. تمام؟ طيب يبقى إحنا كده قدرنا إيه؟ نعرف الترم بتاع الـ AC وخلصناه. طيب أنا قبل ما يجي لي أي مشروع، قبل ما أبدأ أشتغل فيه، إيه اللي بيحصل؟ أنا بجيب شركة أقول لها أنا عاوز أعمل تقرير صغير وعاوز أعمل البروفايل بتاعها. فبتيجي الشركة بتبدأ تعمل كواسيق وتبدأ تعمل حفظ استكشافي وترسم لي البروفايل بتاع الأرض بتاعتي. تقول لي المنطقة بتاعتك اللي أنت هتعمل فيها المبنى ده السب سويل كلاس بتاعها هيبقى نوعه إيه؟ أو بي أو سي أو تي. أو يقول لي مثلا لا ده هيبقى صخر. أو يقول لي دي عبارة عن تربة رمل وسلط بس إيه؟ تربة كثيفة. أو التربة دي متوسطة الكثافة. أو التربة دي ضعيفة. فبالتالي هو بيجي يقول لي نوع السويل بتاعي. زي ما إحنا مثلا عارفين إن مثلا المقطم ده صخر. المنطقة زي بورسعيد دي بتبقى منطقة لوز سويل لأن التربة فيها تعتبر إيه؟ يعني ضعيفة مش قوية. فعلى حسب المكان، وخلي بالك إن ممكن في نفس المكان نفس المحافظة يعني السويل تختلف. تمام؟ لو أنت بتعمل مثلا حاجة كانت قريبة من المنطقة التالتة هتلاقي دي تربة طينية فهتلاقيها برضه مختلفة. فحسب نوع أو حسب نوع التربة ده بيجيلي من قبل ما أعرف المشروع بتاعي. هاجي بعد كده احنا مصر مقسمه التايب بتاعنا لتايبين، اي حته في مصر تايب واحد ما عدا الحتت اللي قريبه من البحر المتوسط هتبقى تايب اتنين. طب ليه؟ لان البحر المتوسط دي يعتبر هنا في جنب البحر المتوسط في فارق، فالمنطقه دي السلساليه بتاعتها هتبقى قويه جدا والسلسال هيبقى قوي جدا. طب ده معناه ايه؟ معناه ان البارامتر لازم تكون اعلى علشان تديني قوة سلسلية كبيرة. زي ما احنا ما اتفقنا ان الاس والتي بي والتي سي والتي تي معظمهم في البسط ما عدا ممكن واحدة او اتنين بس هم في المقام. فكل رقم ده ما بيعلى كل ما يبقى القوة السلسلية اعلى. طيب الكلام ده احنا ممكن نلاحظه مش من جدول وجدول، لا من الجدول نفسه. يعني لو الارت بتاعتك روك هتلاقي الاس بواحد. طب الارت بتاعتي مش روك يعني ايه؟ صارت بس متماسك؟ لا يبقى نأمن نفسنا ونسودها شويه. طب صارت ومش متماسك؟ لا يبقى نأمن نفسنا اكتر. طب السوري بتاعتي وحشه؟ لا يبقى هنكبر قوي. تمام؟ نفس الكلام السلسال احنا اتفقنا ان البحر المتوسط او المناطق المطله على البحر المتوسط بياخد تايم اكتر لانه بيبقى قوي مش بيجي بسرعه مش بيبقى خفيف. فبالتالي هنلاقي التايمات بتاعتنا هنا في المناطق البحر المتوسط اعلى من التايمات اللي موجوده في اي حته في الثانيه. يعني هنا التايم عن تايم بي 0.05 هنا هيبقى 0.15 هنا ب 0.25 هنا يبقى ب 0.4 1 و2 هنا بيبقى ب 2. طيب الكلام ده يعني هيفرق معايا في ايه؟ لو كنا بصينا للمنحنى بتاعنا هنلاقي ان التي تي من بعدها السلسال هيبدأ يقل قوي، فده لما يوصل ل 2 ثانية يبقى السلسال هيقعد فترة كبيرة القوة بتاعته. ولما أوسع المسافة ما بين التي بي والتي سي هيبقى في فترة كبيرة أنا عندي سلسال بأقصى قوة ليه. نفهم بس الموضوع ببساطة. إحنا شفنا البارامتر اللي عندنا في الجدول ده كانت عبارة عن إيه؟ المناطق العادية خالص 0.05 0.25 1 و2. الحتت اللي ليها نفس نوع السويل بس ناحيه البحر المتوسط التايم عالي. يعني البوينت 05 بقت 0.15، البوينت 25 بقت 0.4، ال 1 و2 بقت ب 2. فده لما نيجي نطبقه على شكل منحنى هنلاقي ان المسافه ما بين التي بي والتي سي كبرت. فبالتالي ان اقصى مده هيجي عليها اقصى قيمه سلسال هتبقى موجوده ساعتها في الحتت الموجوده في البحر المتوسط. التايم تي دي من بعديه الفرصه تبدا تنزل لتحت. ان السلسال خلاص هيبدا يكون قوته عدت ويتبقى ايه؟ توابع السلسال. كل ما هوصلها ب 2 ثانيه هتبقى المنطقه اللي فيها قوه السلسال بقت كبيره. ان التايم تي دي بقى اتحرك من 1 و2 بقى ب 2. فاحنا المهم المعلومه اللي يهمنا دلوقتي ان التقرير نوع السويل هو هيقولها لي.
بس انا ابقى عارف المنطقه بتاعتي لو منطقه شماليه بالنسبه لمصر، شماليه دي يعني مطله على البحر المتوسط، يبقى تايب 2، لو حاجه ثانيه يبقى تايب 1. تمام؟ عرفت الاس وعرفت التي بي وعرفت التي سي وعرفت التي دي. يجي بعد كده المنشا بتاعي، مهم ولا مش مهم؟ هو في حاجه مش مهمه؟ لا، هو ما فيش حاجه مش مهمه، بس في حاجه اهميتها مش قوي عاديه. بمعنى انا دلوقتي في مدينه، هل يهمني ان مثلا لو زلزال جه ان العماره ما يحصل لهاش اي مشكله، ولا المستشفى هي اللي ما يحصل لهاش اي مشكله؟ الناس اللي لو حصل لهم اي اصابات هتروح البيوت ولا المستشفى؟ طبعا المستشفى هي المهم. تمام. الكهرباء، مناطق اللي فيها محطات الكهرباء اللي هي بتولد الكهرباء المناطق المدينه كلها، يهمني ان الزلزال لما يجي ويمشي المحطه دي ما يحصلهاش اي تاثير من الزلزال، والا الكهرباء لو حصل لها فيلير ممكن تلمس، تعمل انفجارات، تحصل مشاكل كبيره. مظبوط. نفس النظام قسام الشرطه، مين اللي هيحافظ على الامن، ومين اللي هيحافظ على الاستقرار، او على لو في اي حد عنده اي مشكله يبقى انا في اهميه للمنشأ بتاعي. تمام. الاتصالات هي وسيله الربط ما بين المناطق كلها، فلو حصل مشكله في شبكات الاتصالات او في المباني اللي مسؤوله عن الاتصالات، انا هقطع كده تواصل المدن او تواصل الناس ببعض، فدي برضه مشكله. طب نيجي، طيب يبقى احنا كده ما هو كل الحاجات مهمه. لا، مش كل الحاجات، يعني مثلا عندك المدارس مهمه بس مش قوي. ليه بقى؟ ان المدارس غالبا او الجامعات بتبقى الضغط بتاعها موجود الصبح، طب ما في 50% اللي هو بتوع بالليل الناس مش موجوده في المبنى، اما المستشفيات موجودين صبح وليل. التالي المدارس مهمه بس مش بنفس اهميه المستشفى. صح. بس مش مهم ثاني، مش بنبقى عارفين الزلزال هيجي الصبح ولا بالليل، فاهم؟ تمام. عشان كده انت لازم تامن نفسك، انت هتصمم على قوه الزلزال. تاني، انا بس نرجع بشويش نفكر في اللي انا بقوله. المباني العاديه انت هتصممها بقوه الزلزال، اللي هو اساسا انت واخد فيه كل الاعتبارات اللي احنا اتكلمنا فيها فوق من شويه، الاي جي والتي والاس والتي بي والتي سي والتي دي. طب المدارس، طب ما دي ممكن فيها كثافه اكتر من البيوت، صح ولا لا؟ فانا اصممها مش بقوه الزلزال، لا هزودها بقوه الزلزال وشويه كمان، يعني هزودها 20%. انا مش هقلل المباني عشان بس ما تتلخبطوش، انا هزود عن المباني. تمام. تمام. طيب المستشفيات، لا ده انا هامنها اكتر من المدارس، هزودها ب 40% من طاقتها. يبقى انت مش هتقلل حاجه، انت هتزود لفوق مش لتحت. اتفقنا كده؟ طيب في بقى حاجات، مثلا انت عامل مبنى جوه موقع عشان خاطر تحافظ بيه على الاسمنت وشويه حاجات عشان خاطر تخدم الموقع بتاعك، فده منشئ مؤقت، صح ولا لا؟ عامل مثلا مبنى عشان فرض زراعيه عشان تحافظ على مكنه اللي هو طخ الميه من ما يحصلهاش اي اتلاف او ان ما حدش يسرقها، فده مبنى بيبقى صغير طول واحد. هاي الحاجات دي له كام ده هندسه؟ نعم؟ هديله كام نسبة؟ برسنتج 80%. 8% 8% صح؟ ولا 80؟ 80% 0.8% يعني 0.8. طب انا عندي سؤال، ازاي طيب المنشآت اللي زي مثلا المستشفيات والحاجات دي كلها مدينا 40% والحاجات المؤقتة؟ لا يا باشا، انا ما قلتش 40%، انا قلت 140%، 120%، 100%، 80%. كل رقم اللي انت شايفه ده اضربه في 100. تمام ماشي يا هندسه. تمام كده يا باشا؟ اوكي. طيب يبقى قامه اي دي اللي احنا ما قلناش تعريفها، هي معامل اهميه. ده عباره عن الامبورتنس فاكتور بتاعي، هشوف حسب النوع بتاع المساله بتاعتي او حسب نوع المنشا اخد القامه اي المناسبه دي. يبقى انا كده كام؟ عرفت كام؟ قامه اي كمان. كده اتبقى لي ايتا والار والتايم بتاع المنشا نفسه. موضوع ار ده هيبقى عباره عن ايه؟ الار المنشا بتاعي ده السيستم بتاعه عباره عن ايه؟ هل هو معمول من حوائط حامله؟ سواء كانت خرسانه او مباني؟
ولا هو عبارة عن إطارات مفرغة؟ يعني إيه إطارات مفرغة؟ يعني حاجة من الاتنين، يا إما حوائط، يا إما كمرات وإمدان ومتوصلة ببريسنج. طب الحوائط دي لا من خرسانة ولا مباني. طب هو في مباني ما فيهاش شرور؟ أه في مباني ما فيهاش شرور، معتمدة على إيه؟ معتمدة على الكمرات مع الإمدان أو البلاطات مع الإمدان. طب لو هي كمرة مع عمود، تفتكروا هتبقى أقوى ولا الفلاش سلاب مع العمود؟ دي كاميرا معمودة يا هندسة. تمام، يبقى الكمرة مع عمود دي اللي بنسميها ممطورية كافية، بلاطة مع عمود دي بنسميها ممطورية محدودة. طب ما ممكن المنشأ بتاعي يكون فيه كمر وفيه عمدان مع بلاطة وكمان فيه شروق، يبقى دي اسمها أنظمة مركبة. تمام، يبقى حسب البلان بتاعي وحسب السيستم المبنى بتاعي متشال بيه ادخل اشوف الار. طيب مش كده نبدا نفكر مع بعضينا، الار دي تفرق معايا في ايه؟ الار دي يا جماعه زي ما احنا كنا فاكرين في المعادله كانت في المقام، هي بالظبط اللي مسؤول عن ايه؟ شوف احنا كان لحد فين، هي المسؤول عن السلايد دي. السلسال ده اللي هو السلسال رقم واحد ده هو نفسه السلسال ده. طب ازاي؟ الفرق الوحيد انا قسمت على ار، يعني مثلا الار بخمسه بدل ما كنت هشيله 500 هشيله 100 بس. الار دي حسب بيقول لك مثلا انا مطمن من المنشأ ده، ده انا مقلق شويه، ده انا مقلق كامل، فحسب ما هو طرف اهميته بيبدا يختار الار بتاعته عشان يبدا يوديه، يعني يوجه تنصيجي او يوصل يوجه اتجاهي، هل انا هشتغل وتكتايل ولا الاصلي. تمام، يعني مثلا يا جماعه الكباري، الكباري دي بتقعد مثلا بال 50 60 70 سنه، دي تفتكر ان احنا ممكن نحط لها ار بكام؟ علي ار اكيد هتكون، لا ار اقل عشان هي في المقام، ار اقل حاجه اللي هي ايه؟ بواحد، لان هي فين؟ مظبوط في المقام. في المقام كده تمام. انا عاوز التمثال زي ما يجي باقصى رقم فيه. طبعا انتوا بتشوفوا اكيد الكباري اللي بيحصل لها في اليابان والدنيا اللي بتحصل، بس الموضوع ده كان بيحصل زمان برضه، لان هم بداوا يطوروا من فكرهم، يعني الامكان بقت بتتعمل على نوع من انواع اللي هو البيس، بيبقى ايزوليتد بيس كده كانك عامل حاجه على سوست، فالكوبري يروح ويجي معاك مع السلسال. يعني انت لو انت مثلا ماسك ازازه ميه وبتحركها، حاططها على ايدك وبتحركها يمين وشمال، هيحصل لها حاجه؟ هتتحرك معاك رايحه جايه. بس انت لو ماسك مثلا مسكت عصايه وشدتها انت والعصايه دي كانت متثبته، هتتكسر معاك. يبقى هو بيدي الحركه، بيلغي معنى طاق الفيكسيشن اللي ما بين المنشا والسويل. يبقى احنا كده عرفنا ايه موضوع الار، والار ده اهم حاجه على فكره في ايه؟ موضوع السلاسل بصفه عامه. يجي حاجه اسمها ايدا، ايدا ده بيقول لك ده معامله محلال انت بتاخده معاك في الاعتبار. بمعنى انت ايدا دي لو المنشا بتاعك ستيل هناخدها بواحد واثنين. طب لو هو كان مثلا كونكريت هناخده بواحد، طب لو بليس ليست يبقى 1.05، طب لو هو حوائط حامله يبقى 0.95. يبقى على حسب المساله بتاعتي او حسب السيستم بتاعي ببدا اخد ايه؟ ايدا بتاعتي. تمام؟ مش التي ده بيجي عن طريق معادله اسمها سي تي مطلوبه في اتش استعداد على الاربعه. مين هو الاتش ده؟ ده ارتفاع المبنى مقاس من وش الاساسات. طيب مين هو السي دي؟ السي ده معامل حسب السيستم بتاع المنشأ، بمعنى المنشأ بتاعك قوي يعني في شيل وور سواء معاه حاجه ثانيه او معهوش يبقى خدها ب 0.05. طب المنشأ بتاعك مش قوي قوي، لا يبقى نعليها سنه معلش نخليها 0.075. يبقى وجود شيل وور لوحدها او مع اي حاجه ثانيه ب 0.05، عدم وجود الشيل وور يبقى 0.075. وزي ما قلنا التقطير اللي هي الممطوريه الكافيه
هيبقى البيمو كولو، والمنطق طايل هيبقى الفلاش سلاب. كده جبت الطايم وعرفت اجيب ايه كل الترمات. يتبقى لنا حاجه في المعادلات، كنا فوق احنا ايه المعادله الاساسيه نفسها. اللي هي ايه؟ لندا. مين لندا دي بقى؟ قال لك ده عباره عن فاكتور معتمد على التايم بتاع المنشأ نفسه. يعني ايه؟ يعني انت هتروح تحسب التايم بتاعك وتقارنه بالتي سي اللي هو التايم الاوسطي بالنسبه للتايجرام بتاع الريسبونس بي سي تي، ده عن التايم اقصى نقطه عندها نهايه القمه، يعني بعدها ايه المنحنى هيقل. لو التي بتاعتك اصغر من ضعف التي سي خد لندا بوينت 85. طب لو التي واحده، لو التايم بتاعي اكبر من 200 سي سي، لا ده كده الفرصه هتقل قوي، فخدها 100% اللي هو واحد يعني. تمام يا جماعه؟ تمام. طب مين هي دبليو؟ دبليو دي هي احمال اللي في المنشا بتاعي، يعني الول اوسان الحاجات، اللايف لود، الفور كفر، اسمه ده اي حمل موجود عندك هو يعني في المبنى طبعا بتاعك. طبعا ده صار عندي سؤال هنا. عندي سؤال، هو دلوقتي هنا الويت اوف بيلدينج ده للدور الواحد ولا مضروب في عدد الادوار كلها؟ اكيد موجود في عدد الادوار كلها. التوتال ويت اوف ستراكشر اباف فاونديشن، اي حاجه فوق الاساسيات. يعني من اول البدروم مثلا او البيزمنت لحد السطح فوق. بالظبط، انت بتجيب بيشيل للمنشا، فانت عاوز وزن المنشا. تمام. طيب اللايف لود قال لك هنضربه في فاكتور. احنا اكيد يعني مع وجود السلسالي الناس كلها مش هتفضل قاعده جوه المبنى. دايما بيقول لك ايه، الناس بتنزل السلالم، في ناس بتنزل تقعد تنزل بعيد عن المباني، بتخاف من المنطقه، فاللايف لود مش هيفضل 100% بالكفاءه بتاعته. قال لك لو مبنى سكني هناخد 25%. طب لو مباني مدارس ومستشفيات وكده، لا ناخدها 50%. طب لو ما حاجات اساسا اللايف لود بتاعها كبير، يبقى دي غصب عننا هتفضل 100%. يعني انت مثلا عندك اماكن مخازن بتعين فيها اكل، بتعين فيها مثلا كتب، بتعين فيها يعني مخازن بصفه عامه. هل دي هيبقى وقتها هتفضي المخازن دي والسلسال شغال؟ اكيد لا، فيفضل اللايف لود ايه؟ 100%. احنا نتكلم فيه كده ببساطه، هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي جبت البيش شيل على المنشا كله. البيش شيل ده عباره عن فورس جاي على المبنى كله. الفورس دي هتتوسع على كل دور. كل دور حسب ايه؟ وزنه وارتفاعه. يعني الدور داخل 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 ده. طيب احنا لو ايه؟ حبينا نشوف حاجه كده بسرعه. لو قلنا ده كده المنشا بتاعي وكيف فورس بالاتجاه ده، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الحته دي هتتحرك الاول، صح ولا لا؟ معايا يا جماعه؟ تمام يا هندسه. بس فدي دي علشان تتحرك توصل الفورس يعني ملامسه للنقطه دي، فدي هتحتاج فورس اكتر عشان توصل لنفس الليفل. فمفروض ان الرسمه بتاعت توسيع الفورس تبقى بالمنظر ده. اقوى فورس هي اللي هتاثر فوق. طب انا عاوز مثال اوضح شويه من المثال ده. لو انت عندك حاجه والحاجه دي ممسوكه قوي، تفتكر دي خدتوها في الستيل وخدتوها في اللي هو التعريف ال باكرينج والكلام ده بتاع الكاميرا، تفتكر المسافه دي بتكتر ولا لا؟ تاثير الفورس في الفري اكتر ولا في الفيكسيشن؟ فري. فبالتالي انا كل ما اقرب الفيكسيشن الفورس بتاعتي ايه؟ بتقل.